السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مرحبا وسهلا بكم جميعا. من خلال بعض المواقف اللي صارت في الفترة الماضية أصلا كانت موجودة، لكن قبل كنا نرفضها رفض تام، الحين صرنا نتقبلها، صرنا نتقبلها شيئا فشيئا تدريجيا، لأن المروجين مثل هذه الأمور مصرين وثابتين على موقفهم من غير ما يجدوا أي رادع لهم أو جهة مختصة تمنعهم في أنهم يتكلموا في مثل هذه المواضيع أو أنهم يروجوا لمثل هذه الأفكار عندنا في المجتمع. اليوم للأسف الشديد صارت عندنا قابلية في المجتمع أن نتخلي عن بعض القيم والمبادئ اللي كنا متمسكين فيها بشكل كبير جدا، لكن في الفترة الحالية صرنا نتقبلها كواقع موجود عندنا ما بين الناس، ودائما نتعذر بفكرة أو بكلام اتركوا الخلق للخالق، ودائما نتعذر ان احنا ما لنا شغل في الناس، وخلوا الناس بكيفه، وكل واحد له رب يحاسبه، وكل واحد مسؤول عن تصرفاته. هذه الاشياء صارت موجوده، وما اتكلم عن المجتمع العماني، لكن اتكلم عن المجتمع الخليجي بشكل عام، لان احنا في النهايه كلنا تربطنا نفس الروابط وتربطنا نفس الامور ونفس العادات والتقاليد بشكل او باخر احنا متفقين عليها، لكن هذه الامور بدات تاثر علينا بشكل كبير. اليوم للاسف الشديد لما يطلع لي واحد يتكلم في مواضيع معينة تافهة يعتقد بأنها مواضيع مهمة في المجتمع، وهو ما تجرأ وطلع يتكلم في هذا الموضوع إلا لأنه وجد بعض المؤيدين له، هذه الشغلة. الشغلة الثانية، ما وجد من يدفع أو يمنع من فعل هذه الأشياء. يطلع لي واحد يقول والله أنا أروج لثقافة الكابلز عندنا في السلطنة. أوه، شنو ثقافة الكابلز؟ انت ايش تفهم فيها ثقافة الكابلز ايضا على اساس انك انت تروج لها عندنا في المجتمع؟ لكن لما ما يلاقي في الجانب المقابل اللي يرده ويرد عليه، راح تترسخ في ذهن الناس فكرة ان هذه ثقافة جيدة ما في حد يمنعها، لكن في الجانب المقابل في ناس تروج لها. هذه فكرة بسيطة، نتكلم عن مجموعة افكار يتم الترويج. تطلع لي بنت في السوشيال من الايام يتكلم عنها، طلعت تتكلمني عن، يعني والله العظيم اني ما اقدر اتكلم عن في هذا الموضوع، لكن هي تطلع بكل جرأة وتتجرأ انها تطلع في يوم من الايام وتقول مثل هذا المصطلح. لكن للاسف الشديد لان هذه البنت شافت ان في قابلية للمجتمع ان ممكن ان يتخلى عن بعض القيم والمبادئ، طلعت وقامت تتكلم بشكل واضح وصريح للناس. صحيح الكلام يمكن يكون من فكرة حلمية تروج لهذا الشيء، شيخ قبيلة له عليه يطلع يتخلى عن مبادئه على اساس يطلع في سناب واحد تافه بس على اساس ان صورته تنتشر ما بين الناس. رجل كبير في السن، مو بس عنده اولاد، عنده احفاد، يتخلى عن كثير من القيم والمبادئ، ما يعمل له حساب بس على اساس انه يطلع ويصور في مشهد عشان يكون عنده مشاهدات وسنابه ينتشر او حسابه ينتشر ما بين الناس. فكرة للاسف الشديد بدأت تتجذر عندنا بشكل كبير جدا وتنتشر بين الناس. ليش؟ لأن المجتمع صارت عنده قابلية لأنه يتخلى عن الكثير من المبادئ اللي تربى عليها.